والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النعم دي كلها ربنا ادالها للعباد. بعد شوية يقوم زول من عبيد الله من خلق الله يأكل من رزق الله ويتمتع بنعمة الله ينسب نعمة الله لمخلوق من المخلوقات. يقول لك نحن الرزق الفيه ده لو ما شيخنا قاعد ما كان جانا. يقول لك نحن الخير الفيه ده كله بسبب أبواتنا والفقراء بتاعنا والشيوخ. يقول لك نحن بلدنا بلد شيوخ وبلدنا عامرة والخلف الأربعة والأئمة الأربعة وبالسيدة فلانتي والسيد سيدة شعوانتي والسيدة نفيستي والسيد منو والشيخ منو وفلان وعلان. ديل يقول لك الحارسين البلد وديل الحامين البلد وديل اللي بينفعونا وبضرون. يا ناس الله الخلق الله الرزق الله الذي أنعم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في سورة النحل ويعبدون بعد ما ذكر نعم كثيرة جدا قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ده مثل للشيخ اللي انت بترجوه ده اللي بتعتقد انه نفعك عنده والرزق عنده ها والجنة عنده ها والزواج عنده والبركة بيده. ربنا قال لك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا قال لك ده زي المملوك عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ هل بيستوي العبد المملوك ما بيملك حاجة ما عنده شيء بيستوي مع سيد المالك سيد المال اللي بينفق منه بيستوي؟ ربنا قال لا يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل يعني عال على سيده وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ دل بيستوي؟ إذا ما بيستوي ما بيستوي كمان الشيخ المخلوق الضعيف المسكين اللي بيأكل من رزق الله وعايش بقدر الله ما بيستوي مع الخالق. ودي مشكلتنا يا أخواننا في بلدنا. الناس بتحلل والسياسيون بيتكلموا والجرائد والإعلام يتكلم عن مشكلة البلاد وما علموا وما دروا أن المشكلة الحقيقية في هذه البلد بل وفي العالم الإسلامي كله مشكلة ضياع العقيدة. الناس الآن بيعبدوا في رجال رفعوهم منزلة الإله وصرفوا لهم العبادات وتقربوا لهم بالقربات معتقدين أن هؤلاء بيدهم شيء. والله تبارك وتعالى يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا. أصل الكلام ده لو قلت في أقرب جامع من جوامع المسلمين قلت لهم الشيخ الصورة معلقة ده تلقى معلقينه في الجامع قل لهم يا أخي ده عبدي من عباد الله ما يملك لنفسه نفع ولا ضر ها وهو زي وزيكم بيعبد الله وانتم بتعبدوا الله. نزلوا الصوره دي ها واعتقدوا انه النفع والضر كله من عند الله. تدور معاك مشكله وتدق جوا الجامع ده في مساجد المسلمين اليوم. وللاسف الشديد هذا ظلم هذا اشد انواع الظلم قاطبه. يا اخي ده ظلم ده يا اخواننا. يا اخي اللي انت بتقبل هسه لو قدمت لك لزول حاجه بس اي منفعه قدمتها لزول شاله منك بيجاي ولف بهناك جا قال لهم والله كم فلان الثاني ذاك انا ما كان عندي حاجه نسبه لزول ثاني انت بترضى؟ انت ما بترضى والله تعمل معه مشكله تقول لك كم اديتك لي انا. يا ناس
الله خلق، الله رزق، الله أحيا، الله مدانا بالصحة والعافية والنفس الطالع ونازل وأرزاقنا ماشية وصحتنا وقوتنا. بعد ده كله زول يجي ينسب نعمة الله لغير الله عز وجل، هذا أعظم الظلم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.